ناخذ المداخلة هذه أول قبل لا نطلع من موضوع العربي. محامي معنا المحامي أحمد عبد الله مطوع المكلف من قبل سيد رئيس القادسية رئيس نادي العربي السابق السيد جمال الكاظمي أبو طلال، نصبح عليك بالخير وحياك الله يا أخوي. جزاكم الله بالخير وحياكم الله يا هلا ومرحبا. الله يحييك يا هلا فيك. شاكر لإتاحة الفرصة. لا بالعكس عزيز غالي. بشخصك الكريم وبحضورك الكريم وبسادة المشاهدين. أنت اللي شكر لك، لأن احنا نحب لما طرف يطرح فكرة ما يقبلها المشاهد يرد الطرف الآخر للتوضيح. تفضل طال عمرك. الله يطول عمرك. أنا الأمانة يعني 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 بعيدا عن الرياضة، أنا الأمانة مش يعني لست متابع جيد الأمانة، لكن مع الأسف الشديد لكن يعني البرنامج المفضل هو يعني هو من يحكم. للأمانة أنا أيضا لست بصدد أن أتحدث عن دعوة منظورة أمام القضاء، لأن أعتقد أن من يعني من 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 غير الصحيح أن نتحدث في دعوة الآن منظورة على القضاء، لربما أن تؤثر أو إلى ما شابه ذلك. الأمر اللي أنا بوضحه بكل صراحة وباختصار شديد على شخصكم الكريمة، أن السيد جمال الكاظمي ما شاء وذاع في وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره بأن السيد جمال الكاظمي هو يقاضي النادي العربي لاسترجاع التبرعات التي قام بدفع النادي، هذا الكلام اللي غير صحيح. لان يعني السيد جمال الكاظمي لم يرفع دعوه بمطالبته بالتبرعات، بل هو رفع دعوه لاموال سلمها للنادي على سبيل القرض الحسن، على اعتبار ان النادي كان مار في ضائقه ماليه وما كانت عنده السيوله النقديه حتى يعني يقوم بسداد يعني مستحقات للنادي كرواتب وكعقود لاعبين وكجرائم وغيره. جزاه الله خير. بادرة طيبة. لكن المعلومة التي أذيعت هي غير صحيحة. فقط كنت أريد أن أوضح هذه الحقائق، وللأمانة يعني لدينا من المساعدات ما هي كافية لتوصيل هذه الحقيقة ولإثبات هذا الكلام وهي أقوال مرسلة. ولكن يعني فقط يعني أنا كنت حريص أن أوضح هذه الحقائق لاعتبار أن النادي العربي هو نادي يجمع ما يفرق. أكيد أكيد أكيد. زين احنا كان عرفافي أو غير عرفافي. أكيد طبعا هذا يعني نادي عريق وكبير ورجالاته رجالات الأمانة كلهم يعني الاحترام والتقدير، وهم من رجالات الدولة اللي قدموا الكثير للرياضة الحوتية. الحين عندنا سؤال بس استاذ، ما عليه خلنا نستفيد منك شويه في الامر القانوني. سيد جمال الكاظمي اقرض النادي قرض حسن وبادره طيبه منه انه يتكفل في فك هذه الضائقات الماليه اللي تحدث بين بالانديه بين فتره واخرى، لكن اللي شد انتباهنا انه في احد اللاعبين انتهى التعاقد معه تقريبا من موسمين، يعني نقول سنتين او ثلاث سنوات. ليش السيد جمال الكاظمي ما قدر يحصل هذه الامور من الدعم المقدم له من الهيئه العامه للرياضه؟ سيد الفضل، مع كامل تقديري انا اليوم لست معني في يعني في التحدث بشكل تفصيلي عن ماذا عمل السيد جمال الكاظمي وماذا لم يعمل. انا اليوم انا فقط معني بصفتي محامي لهذا الشخص. اي نعم الفاضل، ان انا اتحدث بتوضيح موقفه في الدعوه هذه. اي نعم. اما كل ما يتعلق في امور خارج الدعوه بالنسبه لي انا يعني احنا ليس اول امر ليس من اختصاصي. اي نعم. ثاني امر انا فقط اريد ان اوضح في غايه الاهميه، انا اليوم كنت حريص ان 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 اتشرف وان اطلع في برنامجكم الكريم بناء على طلبي جمال. نعم فقط اريد ان اوضح جزئيه. صحيح ان 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 الحريه الدستوريه مكفوله، عفوا حريه ابداء الراي هي مكفوله دستوريا، ولكن هي تقف عند ابواب من يسيء ويقذف ويتعدى المساس. فقط هي فقط يعني اليوم يعني نحن بصدد الى عبارات سب ومساس بكرامه هذا الرجل في برامج التواصل الاجتماعي على 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 واقع خلاف الحقيقه. فبالتالي هي فقط اريد ان اوضح الحقائق لهذا الجمهور العريق، ان 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 يا جماعه ترى الدعوه مش دعوه مطالبه بما تم تبرعه، بل هي دعوه مطالبه بما تم اقراضه قرضا حسنا على اعتبار ان النادي العربي كان يملك ضائقه ماليه. اي امور اخرى يعني مع كامل تقديري لشخصك الكريم انا كمحامي غير معني في هذا الامر. انزل اخوي احمد، تدري شنو الفكره العامه اللي قاعده تدور اتوقع في برامج تواصل من ما يثير؟ طبعا احنا يعني لا نرضى ولا نقبل ابدا الاساءه لرمز من رموز الرياضه اللي هو السيد جمال الكاظمي. امانه يعني كان على راس الهرم الاداري لمده طوال 18 سنه في نادي عريق مثل نادي العربي، لكن
بالنسبة لو كانت الحكم في صالح سيد جمال كاظمي، يعني ما كان يأثر تأثير سلبي على ميزانية النادي العربي؟ يقول لك إنه لا، ممكن النادي العربي يدخل في ضائقة مالية أكبر، ولا يعني النادي العربي ممكن يعني شلون أقول لك يا بالكويتي، يعني ممكن يعني النادي العربي يفلس يفلس ماديا. إيه هذا قاعد أحاول أقوله، كلنا ديان فلسين الحين. نعم، هو يعني بالمناسبة هو قرار مجلس إدارة أتى بالموافقة على دفع السيد جمال الكاظمي مستحقات اللاعبين، وعلى أن يدرج هذه الأموال في حساب الخاص تحت بند التسوية في النادي العربي. فبالتالي هذا أمر يعني مفروض هو, هو 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 صحيح أن السيد جمال الكاظمي قام بمبادرته هذا بهذه المبادرة الطيبة بمحض إرادته، ولكن من من حساب الخاص وليس كقرض حسني، وعفوا وليس ك وليس ك يعني تبرع، يعني تبرع كتبرعات حبيبي. نعم، فبالتالي اذا يعني لنترك القضاء ان يقول كلمته أكيد. ان كان للمدعي حق ام للمدعي عليه حق، احنا 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 مقدرين مداخلتك، واحنا مقدرين ان احنا ما تبينا نخوض دام الامر منظور امام القضاء، لازم احنا نبتعد، لكن احنا نحب نوضح حق الشارع الرياضي واخواننا الرياضيين ان تهدى الامور، وكلمه القضاء دائما هي الكلمه الاعلى وكلمه الحق في 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 في, في, في الكويت. كل الشكر لك استاذ احمد، اذا حاب توضح شيء ولا خلاص حبيبي عزيز. للامانه حاب اكرر شكري لي لقناتكم ولبرنامجكم الفاضل ولشخصك الكريم ولضيوفك الافاضل ولاستاذ المشاهدين، ويعني التمس العذر ان كنت انا مقصر في بعض يعني في توصيل او توضيح بعض الحقائق، ولكن لاحترامنا للقضاء العادل ولاحترامنا لان الامر متروك الان ومطروح على القضاء، فبالتالي لا نريد ان نخوض بقدر ما يعني ما شاء ولا وعد اخير استاذ احمد، يعني وعد اخوي ان شاء الله اذا ثبت الحكم وصدرنا بيك بعدين بعد باتصال، تقدر بذيك الحزه تقدر مثلا تشرح لنا بحيثيات الحكم ومثلا تسالنا. بالتاكيد بيض الله وجهك. بالتاكيد الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا.